نعم، ممكن نقول بأن النسخة الثالثة من حكومة السيد عبد الإله بن كيران طبعت عناصر استمرارية أكثر من عناصر تغيير. عناصر استمرارية برزت من خلال احتفاظ كلا الحزبين اللي غادروا النسخة الثانية، حافظوا على نفس المقاعد الوزارية، يعني العدالة في المياه حافظ على تواجده من خلال مقعدين، خروج الحبيب الشوباني عوض عبد العزيز العمري اللي هو المدير المركزي ديال التي جي دي، وكذلك خروج سمية بن خلدون عوضت بشخصيات حزبية أخرى اللي هي جميلة مصري. إذا لم يقع هناك تغيير على هذا المستوى، نفس الملاحظة نشوفوها كذلك على الحركة الشعبية، حافظت على التواجد ديالها بالنسبة لعدد ديال المقاعد الوزارية، مع يعني تمكين بشكل رسمي السيد محمد العنصر من الإشراف على وزارة الشباب والرياضة التي أشرف عليها لمدة 5 أشهر على إثر الفضيحة ديال أوزيل. دونك هذا الملاحظة التي هي مهمة. الملاحظة أخرى هو استمرارية الفراغ حول منصب ديال وزير الدولة. يعني لم نلاحظ تعويض السيد عبد الله بها، منصب عبد الله بها كوزير الدولة بشخصية أخرى، بقي المنصب شاغر يعني بشكل ملحوظ. في نفس الإطار كنا نقول على أن الغائب الأكبر عن هذه الحكومة وهو عنصرين أساسيين، لم نلاحظ توسيع بالنسبة لتمثيلية النساء، يعني خرجت امرأة ودخلت أخرى من حزب العدالة الرسمية، وبالتالي لم يقع هناك ازدياد بالنسبة لعدد ديال النساء، وهذا كان مطلب مجتمعي ومطلب ديال الحركات النسوية. وفي نفس الوقت كنلاحظوا كذلك أنه هناك غياب للالتقائية بالنسبة لهذه الحكومة، يعني بين المطبات الأساسية في هذه الحكومة وهو أنها تشتغل بتضخم وزاري ملحوظ، تلقاو وزارة بثلاثة رؤوس، وهذا أمر لا يستقيم، لأن هذا الأمر يفضي إلى غياب النجاعة والفاعلية، وكذلك يؤثر على مسألة الهدر المال العمومي يعني بشكل عام. يعني لا يعقل في بلد اللي هو فيه 35 مليون نسمة تلقاو فيه أن عندنا أزيد من 30 مليون، الصين اللي هي دولة متقدمة تسير من قبل حكومة بوزراء يعني لا يتجاوز عددهم 10 وزراء، ونحن نتوفر اليوم على أزيد من 30 وزير، هذا في إهدار للمال العام، وكذلك في غياب للالتقائية بالنسبة للعمل الحكومي، كذلك غياب لوجود تقاطبات حكومية واضحة المعالم. اليوم المطلب هو أن تكون عندنا، كان من المهم جدا في هذه النسخة الثالثة اللي هي بقات فيها تعديل تقني وليس تعديل سياسي، كان من المهم جدا أن نلاحظ وجود أقطاب وزارية قوية ومنسجمة، عوض أننا نشوف هذا التشرذم بالنسبة للعمل الحكومي، ولكن هذه النسخة الثالثة فوتت هذه المسألة في محاولة لإرضاء الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الحكومة. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم، ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هاد لو بوطون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.